اللي جاي. حقيقة ان احنا ابتدينا نشوف صور من امبارح ايضا بخصوص لعبة الطايرة، وشفنا صورة من الصور ايضا لنجوم نادي الزمالك رضا هيكل ونجم منتخب المصري لكرة الطائرة مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. علشان كده امبارح التقى بالمجموعة كلها وبكل اللعيبة سيادة الوزير، والتقى بيهم طبعا قبل ما يسافروا مباشرة لسلوفينيا استعدادا باذن الله للمشاركة في منافسات بطولة العالم للرجال المقرر اقامتها بسلوفينيا وبولندا في الفترة من 26 أغسطس الجاري وحتى يوم 11 سبتمبر المقبل. بيقع المنتخب المصري للكرة الطائرة في المجموعة السادسة لبطولة العالم مع منتخبات هولندا الأرجنتين إيران، وبيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني وأفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث بالمجموعات إلى الدور الرئيسي للبطولة. دعا وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الوطني للكرة الطائرة إن هم يركزوا طبعا تركيز تام وشديد جدا، يقدموا أداء قوي في مباريات البطولة تأكيدا على تطور رياضة كرة أو الكرة الطائرة المصرية ومنافسة كبار المنتخبات ببطولة العالم، ويتمنى ليهم التوفيق للعيبة وللجهاز الفني وان هم ينجحوا في تحقيق الفوز في مختلف مباريات البطولة. يا رب بنتمنى لهم كل التوفيق، ودايما بنقول ان كل اللعبات مهمة، كل اللعبات بتشرفنا دائما، كل اللعيبة لما بيلعبوا باسم مصر بيكون الموضوع غير وليه طعم مختلف وليه فرحة مختلفة تماما. بنتمنى يا رب كل التوفيق لنجوم الطايرة ومنتخبنا المصري للكرة الطائرة، ان شاء الله يشرفونا في بطولة العالم ويرجعوا لنا كده متألقين ومحققين طبعا الميداليات والبطولات.